أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم رجل الأعمال المميز الأستاذ حسن الفقاعي. أستاذ حسن، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين على الأستاذ حسن. اسمي حسن خليفة الفقاعي من إمارة دبي. نورنا وشرفتنا أستاذ حسن. خبرنا أكثر عن الشركة وعن نفسك، وخبرنا أكثر عن الموجود عندك في شركة أربي. أنا الله يسلمك ولد النوخذة خليفة فقاعي، فالوالد الله يرحمه، الله يرحمه تعيش، أكثر من 50 سنة كان في مجال البحر. فأنا وإخواني كل واحد طبعا اتجه مكان وخلال كان، فأنا حبيت أكمل شغل الوالد مسيرته وهذا في مجال البحر، والحمد لله. الحمد لله. طبعا خبرنا أكثر قبل اللقاء، تحدثنا أنا وياك عن موضوع المشاريع اللي الكثيرة اللي دخلت فيها وتعمقت في كذا مشروع. نعم. خاص. نعم. خبرنا أكثر ليش التزمت أو كملت في موضوع اللوجيستكس. الله يسلمك، كملت اللوجيستيك لأن الوالد الله يرحمه كان له يعني باع فترة طويلة أكثر من 50 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. فكانت الفترة الماضية تعرف أنت يعني أغلب التجارة كانت أو أغلب التجارة كانت الشحن وتخليص البضائع وهذا، فأنا يعني حبيت أكمل المسيرة. يعني مثل ما نقول المسيرة. ما شاء الله، خبرة طويلة ومسيرة طبعا 50 سنة من العطاء، يعني خبرة مو سهلة بصراحة، وأنك تحصل هذه الخبرة هو لحاله فعليا، وأنك تكمل المسيرة لحاله فخر بصراحة. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها الشركة. خدمات الشركة تخليص وشحن البضائع، عندك البري البحري جوي. يعني تخليص البضائع بشكل عام من الميناء، من جميع البضائع طبعا نتكلم عنها، تقوم بتخليص المعاملات. طبعا سوق الإمارات وإمارة دبي بالتحديد المنافسة شرسة وشديدة في جميع قطاعات العمل الموجودة عندنا في دولة الإمارات. حابين نعرف أكثر عن المميز اللي بيميزكم عن باقي الشركات الموجودة. اللي مميز عندنا في الشركة الأساس كان من الماضي. صحيح. من تقريبا 50 سنة. أكيد. فهذا يعني الخبرة. الخبرة هذا اللي ساعدنا في بالفعل، هي الخبرة تلعب دور أساسي ودور مهم في أي بزنس، أنه يقدر يستمر بشكل ويعطي كواليتي. نعم. للناس طبعا. أعطينا نصيحة للشباب المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي لهم فكرة أو في عندهم فكرة أنهم يبدأوا مشروعهم الخاص. والله احنا يعني في المجموعة عندنا يعني عندنا فكرة ان نعين الشباب ونشجعهم نعطيهم كورسات وهذا، اساس ان في مجال الشحن وتخليص البضائع هذا مشروع ناجح. وفوق هذا اللي ساعد النجاح في فترة كورونا اغلب الشركات سكرت، ما عدا شركات الشحن وتخليص البضائع بري وجوي وبحري. صحيح. استمر. اكيد. فنشجع الشباب ان شاء الله ينضمون معانا وبنعطيهم كورسات وهذا، وان شاء الله الله يوفق. ان شاء الله يا رب، نتمنى لكم التوفيق ولدولة الامارات طبعا. خبرنا عن الهدف والرؤية المستقبلية لحضرتك. نساعد الشباب الالتحاق معانا وهذا، ونعطيهم كورسات وتدريب وهذا، على اساس انه يعني بكره بينفعهم. اكيد. وفوق هذا بيكتسبون خبره طبعا، لان نحن عندنا خبره اكثر من 50 سنة، فما بالك يعني في نفس المجال وهذا. وان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق. نعمة الامن والامان في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي. دبي أو دولة الإمارات من أأمن المدن أو من أأمن الدول في العالم، إن لم تكن الأأمن طبعا.
خبرنا أكثر ماذا يعني لك الأمن والأمان، وكيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين سواء من داخل الدولة أو من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟ لا الحمد لله، من ناحية الأمن والأمان دبي والإمارات بصفة عامة تعتبر مركز الأول طبعاً على مستوى العالم، على مستوى الخليج. الحمد لله معانا نفس مجال نفس يعني مجالنا أو مجالات ثانية، معانا تقريباً 200 جنسية. من هاي 200 جنسية الحمد لله الكل مرتاح بالفعل، والكل الحمد لله حاسس بالأمن والأمان، حاسس بالأمن في الدولة. طبعاً الأمن والأمان هو نتاج عمل ومثابرة من جهود من شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة الله يحفظهم. حابين نوجه رسالة لشيوخ دولة الإمارات من منبر برنامج رواد الأعمال. والله الحمد لله الشيوخ ما مقصرين ومجالسهم مفتوحة، أي واحد عنده استفسار عنده هذا مجالس الحمد لله مجالس الشيوخ باب مفتوح. أكيد طبعا نحب نتشكرك على ظهورك معنا اليوم بالبرنامج، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة ونورت برنامج رواد الأعمال بالكامل. قبل ما ننهي اليوم لقائنا الخفيف مع حضرتك، حابين نعرف كيفية الوصول والتواصل للشركة. نعم عندنا إيميل وعندنا البريد الإلكتروني وعندنا الأرقام هاي موجودة. طبعا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الإلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة. شكرا مرة أخرى لظهورك اليوم معنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز أستاذ حسن. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.